ومثيرة، وعادة ما تتميز بالإثارة. مولودة وهران كانت تبحث عن الفوز لنسيان التعثر في الجولة السابقة لما انهزمت أمام الترجي المستغانمي. الجمعية كانت تريد أيضا نسيان التعثر أمام النادي الرياضي القسنطيني في الجولة السابقة، لكن في نهاية المطاف لا المولودة الوهرانية فازت ولا جمعية تشرف فازت، انتهت بالتعادل السلبي 0-0. سامي نور الدين علق المباراة. من هدفين، هاي كرة في العمق، بابا خطيرة خطيرة، التصويبة أول فرصة حقيقية وتدخل رحماني، وقبلها هاي كرة لكريم أريبي، وعودة لعبادة أشرف، شكرناه قبل قليل، في العمق ثم أشرف، تصويبة أرضية، وضع التسلل، رفع الراية، طبعا راح يكون فيه تشيك. أنا أشوف التصويبة فعلا كان فيه وضع التسلل. ينطلق إبراهيمي بالقاسم في العمق اليسرى، هاي صعبة بالقدم اليسرى، ما كانش في مساعدة، كان عارف أنه كان في وضعية صعبة. والركنية السابعة لمولودية وهران، دائما من تنفيذ عليان ياسين، هاي عليا، ضاعت الفرصة، ولكن كان في كموزع خلف المهاجمين، عليان يلعب لي بالحران، هاي ممتازة الرأسية جانبية، تروح لجوبا يوصلها لي، هاي ممتازة، كانت كرة من بوخلدة، ولكن كريم عريبي يرجع للخلف، هاي عرضية ممتازة، هاي الفرصة، هاي وليد والعودة. العودة إذن، والمباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0، واستقالة أو إقالة أو فسخ عقد المدرب يوسف بوزيدي. نبدأ من هناك، أول مدرب يبدأ المشوار هكذا، ومثل ما حدث الموسم الفات سلسلة كبيرة من الإقالات والاستقالات، أول مدرب يغادر هو يوسف بوزيدي. والله لأن ربما في بلدية وهران الكثير ينتظر أن الفريق من بداية الموسم راح يكون في المستوى، ولأن ربما الشيء اللي عاشوا في السنة الماضية مازال في الأذهان، والجمهور الوهراني لا يريد أن يعيش نفس السيناريو كالموسم الماضي. إذا من البداية يطلب أن الفريق تاعو يظهر بوجه مشرف، ولكن بصراحة يعني مولودية وهران حتى المقابلة تاعو ما كانش مقابلة كبيرة، الحال تغير مدرب نظرا عنده بزاف اللاعبين اللي ما لعبوش ما شاركوش في هذا اللقاء، مصابين إلى حد الآن مازال ما شاركوش في أي لقاء، عنده 4 أو 5 لاعبين مازال ما شاركوش. إذن راح يتغير الوجه تاع الفريق لما اللاعبين يلتحقوا بالفريق يوليوا لاعبين اساسيين لهم، لانهم لاعبين اساسيين. ولكن التسرع هذا ماهوش مليح يعني بصراحه لكل فرق، ماهوش فقط لوهران، ولكن التسرع في تغيير يعني الاشياء. هل تظن ان المدرب هو يعني السبب الاول يتسبب في هذا الوضع؟ لا، هو كان انقذ الفريق في الموسم اللي فات، انقذ الفريق، والتغييرات اللي صارت ما كانتش تغييرات نوعيه كبيره جدا بالنسبه لسطيف ومولودية وهران، فيه تغيير ولكن ماهوش بنفس الحجم ربما اللي كان ينتظروا الجماهير تاع الفرق هذويا. وفاق سطيف دار تغييرات يعني بلاعبين شبان، هذا اختار هذه الطريقه. مولودية وهران ما عندناش حنا قال سوق اللاعبين واضح وكبير ويعني كاين فيه النوعيه، ما كانش محليين ما كانش، ولهذا انا نعرف ان محليين لاعبين ناقصين في هذه الحاله الان، ربما في المستقبل راح تكون شيء اخر، ولكن حاليا السوق تاع اللاعبين ضعيف جدا يعني ما كانش قليل. ولهذا انا سندت الاقتراح تاع 5 لاعبين اجانب
لان لازم الفرق تاعنا على الاقل من ناحيه المشاركه الافريقيه تكون عندنا مشاركه مشرفه. ما تقدرش تروح انت تشارك الافريقيه باللاعبين اللي ما تفوتش لي كاردو فينال، ولكن ونحن تمنينا نوصل للدومي فينال لا فينال، ولكن بالنوايا. اذا مولوديه وهران وبعض مولوديه وهران وفاق سطيف وشبيبه القبائل هم في مرحله انتقاليه. سطيف ثاني يعني سطيف شبيبه تصنيف ثاني قسم التصنيف الاول. اذا هادو ما تنتظرش هاد السنه يعني يكونوا ينافسوا على البطوله، هادو ينافسوا على البطوله ربما في السنه المقبله او في السنه الثالثه. إذا حاب نبني مشروع منذ البداية، كان عندك فرصة أنك تجيب مدرب جديد في بداية الموسم يحضر الفريق، ولا تنتظر جولة جولتين أيضا تغير نفس الأسطوانة تكرر ليس في الفريق المتواضع في أغلب في الكثير من النوادي نفس الأسطوانة؟ والشيء الملاحظ أنه مولودية وهران لما دارت الاستخدامات هذه كثرت بزاف في وسائل الإعلام وفي في مواقع التواصل الاجتماعي، كثرت بزاف يعني كثرت الضجة انها المناصر تاع مولودية وهران يفرض عليك انك تلعب في البطولة وبزاف لاعبين كان المفروض انك تروح بتريوت تبحث عن بديل عن مدرب وتتفاوض ومدرب بحاجة لوقت حتى يعرف اللاعبين، تبدا من نقطة الصفر ايضا الى حبيت من الاول، بس كنت خديت بلي بوزيدي يكمل معك. نعم بوزيدي يكمل معك، ولكن شيء الملاحظ انه شفت المباراة الامس ماهوش مشكل في بوزيدي صراحة في بعض الاحيان، لانه نتكلموا عده مرات على مدرب طريقه لعب مستوى تاع المدرب هل ترى ينجح ما ينجحش، ولكن الشيء الملاحظ انه مستوى تاع بعض اللاعبين مخيب يعني ما يقدموش المستوى مليح. في نفس الوقت لو تسمح لي نزيدوا نتكلموا على جمعيه شلف. تفضل. جمعيه شلف صراحه يعني فريق منظم احسن تنظيم من بين الفرق اللي قنعتني من الناحيه التكتيكيه، رغم انه سمير زاوي غير موجود على دكه الاحتياط، ولكن هو اللي حضر هو اللي حضر، ولكن التغييرات تعامل اللاعبين نعم تقص الفعاليه امام شوف تخص حاجه فقط لي سمير او صديق هو بوردين تاخر في التغيير تاعو صراحه الفعاليه امام المرمى لا عند شوف اللاعب المهاجم ايفرا مهاجم من احسن في الموسم الفارط كان فعال جدا لا حتى هذا الموسم كريم، لانه في بعض الاحيان حتى ما يسجلش ولكن لما تكون عنده فرص وما يستسلمش في الشوط الاول يدير لك فرصه في الشوط الثاني يدير لك فرصه ما يخليش المدافعين الخصم يلعبوا يعني دائما وراء الكره صراحه لاعب ممتاز. في نفس الوقت فيه لاعب لازم تكلموا عليه هو وسط ميدان ارتكازي لجمعيه شلف لاعب ادوين أكد ممتاز تألق الموسم الفارغ. والله شوف في الآن في ثلاث لاعبين اللي راهم يعني راهم خارجين على اللاعبين الآخرين لازم نقولها تفضل إدوين زوغرانا واللاعب تابتي هذوما اللاعبين اللي راهم يعني ما نتكلمش على المشاركة الإفريقية ودوك يجبد لي واحد لا نتكلم في البطولة ثلاث لاعبين هاد ثلاث لاعبين اوكي نسكريني ماكس باكي يجيبوا لك ورا المشكل خليه لا لانه يقدر واحد يقول لك لا كاس افريقيا وتفضل نتكلم في البطوله كل لديه رأي وسكني يقول لك ماذا تقول سكريني رايي صحيح.